كرهتش البنات، ما كرهتش يكون هذا الفيديو واحد الفيديو تحفيزي. البنات اللي طايحين في الموقف تاعي تا هما باغيين يغيروا رؤوسهم، يعني عارفين الحل تاعهم، عارفين شنو يقدر ينقذهم من هذا المشكل، ولكن باش يطبقوه ما عارفينش يطبقوه، ما عندهمش كيفاش يديروا تطبقوا لان العزيمه ما كايناش. السلام عليكم جوهراتي. السلام عليكم جوهراتي الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في احسن حال. مرحبا بكم في قناه ايمان ارتيزان. الا كنتي اول مره تدخلي القناه ديري اشتراك وفعلي الجرس باش يوصلكم الفيديوهات ديالي، وما تنساوش ديروا لايك وديروا تعليق. مرحبا بكم في فيديو جديد، بلوغ جديد معايا ان شاء الله. اليوم غدا كتشوفوني غدا خارجه وباغي نهضر معكم في واحد الموضوع اللي مهم جدا بالنسبه ليا. المهم البنات، قبل ما ندخل السياره بغيت نقول لكم بالنسبه للبنات اللي باقيين ما شاركوش في القناه ديال الحنة، او البنات اللي كانوا تبعوا هذه القناه على قبل الحنة وشافوا اني ما بقيتش كنحط الفيديو ديال الحنة، بغيت نقول لكم راني عاد كندير فيديو ديال الحنة في قناه خاصه بالحنة باش يبقاو خايدين الحق ديالهم ويبقى كل حاجه على حده، يعني كل حاجه تاخذ الحق ديالها وتاخذ بلاصتها. المهم غادي نحط لكم الصوره ديال القناه ديال الحنة هنا، وكذلك غنحط لكم انستغرام ديال الحنة بالنسبه للبنات اللي بغاو يتابعوني على قبل الانستغرام في الحنة، واللي يبغوا تابعوني غير في الانستغرام ديالي العادي اللي عنده علاقه بهاد القناه هذه. راه غنحط لكم حتى هي الصوره ديالته هنا. يلا كمالين انا جايه. البنات بغيت نهضر لكم في هذا الموضوع اللي مهم جدا بالنسبه ليا، وغيكون مهم حتى بالنسبه لمجموعه ديال النساء اللي يقدروا يكونوا طايحين في نفس الموقف، يعني غالبا يعني معظم النساء كيقدروا يطيحوا في هذا الموقف. هو البنات الموضوع ديال الغلط وديال الواحد ملي ما كيبقاش ما كيحسش براسو حتى كيلقى راسو وصل واحد الحد اللي صافي كيبقاش راضي على الجسم ديالو، ما كيبقاش عاجبو شي كيبغي يغير وما كيقدرش يغير. صراحه مؤخرا انا وصلت لواحد النقطه اللي صافي ما بقيتش متحمله هاد، ما بقيتش باغا نبقى في هاد الوزن اللي انا فيه الصراحه مؤخرا. يعني مشيت الوزن، يعني المشكله اللي عندي هو ان ما عرفتش كيفاش الكرش ديالي، عاد عندي الكرش. انا من عقلت راسي عمري ما كانت عندي شي حاجه سميتها الكرش، عمري ما كنت كنعاني من الكرش حتى مؤخرا هاد العام تقريبا. الكرش غداو كتزيد غداو كتكبر، يعني كما كتلاحظوا من وجهي من الجسم ديالي من الفوق، يعني انا ما ماشي من النوع اللي عندي يعني وزن زائد، ولكن مؤخرا يعني الوزن بحال كيتزاد عندي من جهه الكرش. صافي يعني انا غدا في الخسران، يعني كنحس براسي بحال غدا في الخسران، خاصني يعني الكثرتي خاصني نوقف وندير يعني نبالي براسي، يعني ما بقاش نوصل واحد الوزن، خصوصا الانسان ملي كيوصل واحد السن كيقدر ما يبقاش عنده ديك القدره على انه يدير ريجيم ويدير رياضه ويدير واحد النظام صحي اللي غادي ينقص فيه الوزن. فصراحه عرفتي البارح ما بغاش يجيني النعاس اللي كله كنقول هي تقريبا انا دابا مده وانا في صراع مع نفسي شي امور باغا نحيدها، ولاقي راسي ما يعني باقا محاربه. الحمد لله اليوم صافي فقت، قلت صافي هذا يعني اليوم حيد شي حاجه اللي كنحس بها هي السبب. انا من النوع اللي ما كناكلش بزاف، يعني في النظام ديال الاكل ديالي انا اصلا يعني ضايع كنشبع، هو هذا الشيء اللي مبرزتني. يعني ملي كنت كناكل بزاف ولا شي وحده اللي عاد تحطك قدام الماكله وعاد تبقى تدخل فيها طول وعرض، عنقول هذاك هو السبب علاش انا يعني زايده في الوزن، وعن نقص غير في الماكله وعلى الكحل. انا ديجا ناقصه في الماكله، ولكن رغم ذلك الكرش كتزيد. ف الحاجه الوحيده اللي انا زايده في النظام الغذائي ديالي واللي ما كنتش كنديرها قبل، يعني تقريبا غير هذا العام اللي عاد كنديرها، هي صراحه القهوه مع الحليب. عاد مدمنه على واحد الطريقه خياليه، يعني تقريبا النظام الغذائي ديالي بحال عاد ما يعني واخا ما كناكلش بزاف، يعني الا كليت كناكل شي حاجه اللي ما غاديش تنفع الجسم ديالي، غادا غير تضرو، غادا دير غير الفات وتزيد غير الشحمه وصافي. يعني مؤخرا عاد ضروري كنلقى راسي باغا نفطر بالقهوه والحليب. ف
في السن ديالي انا ما محتاجاش الحليب، يعني الحليب كنظن انا من النوع اللي الحليب هو اللي يعني بحال كيزيد لي الوزن، حيت انا ملي كنت صغيره ما كنتش كنشرب شي حاجه زبيده، ما كنتش الحليب ما كيعجبنيش لحد الان، ما كيعجبنيش الطعم ديالو، كيعجبني غير مع القهوه. ما عنديش انا بزاف مع مشتقات الحليب بزاف صراحه، تشيز ما عنديش معاه بصفه نهائيه، الفرماج انا من النوع اللي غير السميه ديال الفرماج كدير لي ميديا ديال قلبي عاد ناكلو، يعني الحاجه الوحيده اللي زايده انا هي الحليب، كنديرو مع القهوه وخلاص كندير هالف نهار. تقريبا دابا شهرين عاد كندير هالف نهار، من قبل كنت كندير الحليب مع القهوه. كنظن انا هذا هو السبب، قررت انني اول حاجه غادي نديرها غادي نحيد هاد الحليب من النظام الغذائي ديالي، وغنحاول انني ننظم الاكل ديالي. يعني دابا انا من النوع اللي نقدر نفطر مع الصباح، نفطر مثلا بكاب ديال القهوه مع الحليب، كناخذ معاه هكا طوستا، وكندير معاه البينات باتر، وكندير معاه الشوكولات، اولا كندير معاه العسل. يعني هذا هو الخطا الكبير اللي كندير، البينات باتر فيه الاوميغا، يعني اوميغا 6، يعني ما كدير ليا غير الشحوم، يعني ما كتنفعني بوالو. الشوكولات راكم عارفين، غير الحلويات كنقول زعما كان انا داير قهوه بلا سكر علاش كندير، ولكن راه عندي الحليب راه فيه السكر، السكريات، هذا شنو اخر. المهم انا بلات انا كنعاود لكم على النظام ديالي، قدرتو نتوما تفيدوني، قدرتو نتوما تعطيوني شي نصائح وتفيدوني. كنعاود لكم انا شنو كندير وشنو كنظن انه هو اللي مخلي لي هذا المشكل ديال الكرش كتزاد وكتنفخ. يعني كنحس بلي انا كتنفخ بلي غاز، ولا ممكن اكثر من ان يعني كتنفخ بالماكل، لانني كما قلت لكم الماكل ديالتي قليله بزاف، يعني ماشي من النوع اللي كناكل بزاف. ف وكنبقى يعني ملي كنفطر بهذاك الفطور اللي قلت لكم، يعني هذا هو الفطور اللي كيعجبني بزاف، الا بدلت كندير البيض، و المهم قهوه مع الحليب نفس الشكل، وطوست، اولا كناخذ داك المسمن ديال الهنود اللي كنت شاركت معكم واحد المره في بلاصه الطوست، حتى هو راه ماشي صحي، حتى هو راه كيزيد في الوزن. فكنظن انني خاصني نتبع شي نظام غذائي اللي غادي في نفس الوقت ما نبقاش ناكل، نعود ناكل بشكل منتظم. كما قلت لكم كنفطر صافي، كنبقى من هذيك الساعه حتى لك الخمسة، وكنعاود نتغدى، ورغم هذيك راه ما كناكلش بزاف، غير هي يعني ما كاينش شي ماكله اللي منظمه، شي ماكله اللي هي صحيه ديال الريجيم، مثلا كتكون واحد القدر ديال البروتين، واحد القدر ديال الدهون اللي خاص الجسم، واحد القدر ديال الخضار اللي خاصه الجسم. لا ما كنديرش هكاك، يعني ماكله كما كاينه وصافي، يعني راكم عارفين، يعني ماكله يعني بدون اخذ في الاعتبار شنو الجسم ديالي خاص. فكنلقى راسي انا كناكل شي حاجه اللي ما كديش ليا النفع، كدي ما كتعطينيش الطاقه. كنحس براسي مؤخرا غير كنزيد في الوزن، ما كنديرش الرياضه، ملي كنفيق في الصباح كنفطر كن نجمع شويه غير الدنيا، يعني اصلا ما عندناش، ما عنديش انايا شي روينه اللي كنبقى نجمعها بزاف، يعني دغيا كتجمع الدنيا صافي. تما هذيك هي جلستي، حتى كنوض ندير الغدا كنبقى هازه التليفون، نصايف الفيديوهات، نشوف الانستغرام، نشوف الفيسبوك، كذا كذا. المهم كيكون ولادي حدايا، تما داير لهم واحد النظام. الصراحه ولادي ما عنديش مشكل في النظام ديالهم، كندير لهم النظام ديالهم الحمد لله. يعني واخا كنكون هازه التليفون وكنخلق، يعني كنكون مقابله الدراري وندير لهم داك الشغالات ديالهم صافي. كنلقى راسي ندير الغدا حتى لواحد الوقت، صافي كنتغدى صافي، عاوتاني هذيك جلستي عاوتاني، ما كاين لا رياضه لا والو، والوزن عا كيتزاد، ما كاينش شي ماكله اللي صحيه اللي غادا تحارب، اللي غادا تعطيك الطاقه. كنلقى راسي ضاني راسي تعب، و نوضي بغيت ديري الشغل ديالك كتلقى راسك تعبانه، ما قادره ديري والو، كله بسبب النظام الغذائي اللي ما ماشي مزيان. المهم انا قلت نعاود لكم هذا الشيء ان شاء الله من هنا لقدام،
بغيت نفتح نفضفض لكم من هنا لقدام باش نشجع انني ندير شي حل لراسي ونحيد من هذا الروتين اللي عندي لراسي خاطئ بزاف بزاف. كما كتلاحظوا ان شاء الله غدا الكوسكو. البارح كنت هضرت مع واحد المتتبعه ديالي اللي وفيه ديما كنهضروا كتبخش عليا النصائح ديالها وكنبخش عليها انا النصائح ديالي وسولتني قالت لي ايمان واش حامله؟ قلت لها لا. قالت لي اخر فيديو واحد الفيديو شفته كتبان لك الكرش ديالك بحال حامله. قلت لها لا. قلت لها اختي راه ما نكذبش عليك راه غير عاد عندي مشكل الكرش بحال ما بقيتش قادره نتحكم فيها. قالت لي انا غننصحك بواحد الحاجه واحد النظام واحد مشروب تولي تشربي في الصباح كاين المهم كاين في كوسكو. عطاتني واحد القضيه قلت لها انا راه عندي المشكل. قلت لها ماشي تا ديال اشنو شرب. قلت لها انا ديجا فاش كدرت ريجيم واحد المده هذه كنت متبعه واحد المشروب دابا نشاركو معاكم. قلت لها تا هو كيحيد الكرش. قلت لها ولكن انا خاصني شي حد لي بوشيني شي حد لي زعمني ونكونوا ايد في ايد باش نتشجع ونستمر لانني انا ما كنديش راسي حل خاصني هذاك البوش اللي غادا تساعدني. قالت لي ان شاء الله نديرو انا وياك يعني نشجعوا بعضياتنا حتى نوصلوا لواحد النتيجه. المهم البنات ما كرهتش البنات ما كرهتش يكون هذا الفيديو واحد الفيديو تحفيزي البنات اللي طايحين في الموقف تاعي تا هما باغيين يغيروا راسهم يعني عارفين الحل تاعهم عارفين شنو يقدر ينقذهم من هذا المشكل ولكن باش يطبقوه ما عارفينش يطبقوه ما عندهمش كيفاش يديروا يطبقوه لان العزيمه ما كايناش. والله البنات فكرت شنو فكرت قلت غدا ان شاء الله ندير هذا الفيديو كفيديو اللي غنطالق به في هذه الرحله ديال الحل. ما غاداش نطالق نحاول ما نطالقش نحاول نطالق وما نتوقفش يعني شحال من مره بديت معكم هذا يعني كنت ديتوكس من قبل ولكن هذه المره ما بغيتش ندير الديتوكس اللي هو بالقضويه. بغيت ندير ديتوكسات وندير واحد النظام غذائي اللي هو غير كيعتمد غير على الماكله الصحيه ما كاين لا بقضوي لا والو ما كاين لا كلين ناي لا والو يعني عندي شي حاجه اللي معتمد على الخضره ان شاء الله على هذا حيت ملي كندير هذاك النظام ديال كلين ناي ملي كنكمل هذاك 9 ايام كنلقى راسي صافي كنعجز ما كنستمرش. انا باغا نبدا بطريقه ريجيم وديتوكس في نفس الوقت باش نبقى مستمر وبغيت يعني تشجعوني انتوما البنات البنات اللي طايحين في نفس الموقف ديالي خلوا لي البنات تعليق في هذا الفيديو قولوا لي واش نتوما تبغوا تبداو معايا هذا النظام. ان شاء الله غدا نبقى في الانستغرام نحط ستوريات الماكله اللي غدا نصايب ان شاء الله ونحاول نشارك معكم كيفاش درت شي حوايج يعني قدر المستطاع ستوريات في الانستغرام. المهم البنات الانستغرام ديالي ها هو غادي نحطو لكم ان شاء الله. بالنسبه للبنات اللي غيبغيو يتابعوني في الانستغرام باش غادي نبقى ان شاء الله نحط ستوريات وان شاء الله غادي نحط لكم اللينك ديال واحد الفيسبوك جروب ديالي. بالنسبه للبنات اللي غيبغيو يدخلوا معايا في هذا التحدي ديال لنا التحدي ديال السمنه نسميو لنا التحدي ديال السمنه هادشي اللي خاصنا نسميو. الا بغاو البنات اللي بغاو يشاركوا معايا في التحدي غادي نحط لكم الرابط ديال واحد الجروب عندي في الفيسبوك تقدروا تنضموا ليه باش نتوما تبقاو تشاركوا شنو درتوا شنو فطرتوا شنو تغديتوا فين وصلتوا شحال حرقتوا شحال الوزن ديالكم شحال وصلتوا تشاركوا معنا انتوما يا الرحله ديالكم. البنات اللي بغاو يدخلوا في هذا التحدي ان شاء الله قولوا لي البنات واش عجبكم هذه الفكره واش تبغيو ديروها. المهم كنتمنى هذا الفيديو يلقى واحد التفاعل معكم باش نعرفكم انتوما يا غادي البنات اللي طايحين في الموقف ديالي يلا البنات اللي غاديين يكونوا طايحين في الموقف ديالي حتى هما يبداو هذا التحدي حتى هما يديروا واحد صافي ما بقاوش مرخيين ومدقدقين ومطحطحين بالو براسنا والانسان شحال الصحه هي الاولى والوزن الزائد راه غير مرض. المهم البنات انا دابا غدا ان شاء الله الكوسكو غدا ندخل الكوسكو بغيت نتقدى شي حوايج غدا نوريهم لكم نشاركهم معكم شي حوايج اللي بغيت نعتمدها من دابا ان شاء الله باش نبدا هاد الرحله. صراحه هاد الرحله ديال التحدي ما بغيتش نبقى مرخيه ولا
ما عنديش انا مشكل بزاف الفوق كما كتلاحظوا، عندي المشكل في الكرش. الكرش بحال كتنتفخ، يعني خاصني ندير شي ديتوكس اللي غادي يحيد هذا الكرش. غادي نشارك معكم واحد القدوي اللي بغيت نعود ندير، اللي توراتو لي حد هاد المتتبعه اللي قلت لكم عليها، تحيه ليها حجيبه. وكذلك غادي نشارك معكم واحد المشروب اللي غنعود ندير حتى هو، غنعود نبدل ما بين هاد الجوج، غادي نعود ندير حتى هو، غادي نشاركو معكم ان شاء الله. باش تحيد هاد لي غاز وتحيد هاد الكرش، صافي طلعت ليا فراسي. المهم البنات انتم معايا، ندخل الكوسكو ان شاء الله ونوريكم. المهم البنات دابا عاد دخلت الكوسكو، غادي ناخذ شي حوايج اللي غادي نبغي نستخدمهم على قبل هاد اللي يجي من الطعام ديالك. شنو هذا؟ بغيتي انت؟ شكون؟ بغيتي شنو بابا؟ Remember we got the hot seat has all the M&M, lot of chocolates. And we also have nuts. Yalla. هذا الجرين تي 12 دولار و 90. الباك ديال الليمون باك كبيرة ديري ليها 6 دولار و 99 تاع 5 لعب. كيوكمبر فلفلة هكا ديال 7 دولار و 90. باريس خذا. I'll give it to بابا. باريس هكا. نروح نبغى في بيك كارد لكن it's big big. We're gonna buy small one from yeah. That's one very big. حتى هذا ناخذه من بلاصة أخرى. You want it? لا ناخذه من أرض. ارتيزان بان ليا ما زوينش، تن نشوف هادي هادي زوينه. اي نيفر سو اي مان ارتيزان رومز باراغوس ارتيزان ما هاد لا دي جود ستاف باغ ان ذير يا ريلي يو لايك فيجيتابل رايت. ناخذ هاد تبغى نايت تطلع هذا كان دور اللي كدير في الودي الفيديو طاح الله يستر. تي قلبت اليوم الكتاب غدا كنقلب البنات ونطلع مع واحد السيده امريكانيه وقفتني حتى كنهضر معاك وهكا كنقلب، وقفتني وتقول لي نعم يو ار سو بيوتيفول، حتى فرحتني دات لي طاقة إيجابية. قال الناس هاد الناس قلبهم زوين بزاف. نعم لاس الحر عادة كنت كناخد هذا شيا سيدز، هاد الكينوا ديجا كاينة عندي حتى هي مزيانه بحال هكا. بغيتي تعاودي اللوز ولا الخبز مزيانه. ناخذ هاد الموند فلور، ناخذ الكوكونات اويل ساعه ما لقيتوش، فغادي ناخذ هاد الافوكادو اويل. زيت العود احسن من ناحيه الزيوت مزيانه، ولكن ما بغيتش بقى نقلب، بغيت نعود نديرو غير من الفوق داكشي اللي غنعود مثلا نديرو قبل ما نقلي بحال هاد كتشوش كت افوكادو اويل. البنات عاود تقلبت على النظاظة صافي ما لقيتهمش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عيد مبارك. ثانك يو. عيد مبارك. ساندي. يا. عيد مبارك. ويز بابا ها. What soda for her? Like lemonade or water? Lemonade. You get some then. The message, what are you doing? Please just get it. البنات اليوم واقي لا طيح عليا شي سر ولا شي حاجة، ما عاد قولوا لي انتم البنات انتم ما تشوفوني دابا في الفيديو. والله البنات جوج عيالات، جوج يعني امريكان لايديز، يعني جوج وقفوا لي، واحدة أنا قلتها لكم قبيلة قالت لي سو بيوتيفول، وواحدة أخرى دابا الأولى كانت غير في وحدي دابا قدام راجلي، زدت لي الكراد قدام راجلي. قلت لي او يو لوك سو جود، طلعت لي الكراد قدام راجلي وخلا طيح لي اليوم شي سر وانا ما عارفاش.
الله الله البنات هاد الناس هنا اللي على قلبهم على لسانهم، يعني الا بان فيهم شي حاجه كيقولوها وربي كبير. يعني البيت اللي وقعت لي واحد المره في السي بي اس عاوتاني واحد الميريكانيه وقفتني نفس القضيه، يعني الا بغاو يعبروا على شي حاجه ما كيحشموش يقولوها، يوقفوك ويقولوها لك وربي كبير. يعني هاد القضيه وصلنا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لنا يعني الكلمه الطيبه صدقه. سبحان الله هاد الناس راه متبعينها فعلا، راه مديرين بها والله. كتوقع عليا شحال من مره كتوقع عليا الناس كيوقفوا يا اما يشكروا لك اللبس ديالك يا اما يشكروك انت يا اما يشكروك الجمال ديالك، يعني ضروري كيعطيك واحد الكلمه طيبه كيخليوك كتفرحي بها. سبحان الله سبحان الله. البنات تقديت شي حوايج اللي خاصني غير ان شاء الله نستخدمهم في داكشي ديال الماكله ديالي الصحيه، ولكن واحد الحاجه ما لقيتهاش غادي نقلب عليها اونلاين من تلقاها البنات ونشاركها معكم ان شاء الله. بصراحه جي راقبه عليها، يعني هادشي كله اللي حطيتها نقدر ناخذو من الدي، نقدر ناخذو من محلات اخرين. وهذيك اللي قالت لي ديك السيده قالت لي راه كاينه في كوسكو، بصح ما لقيتهاش ان شاء الله غنقلب عليها اونلاين، هذا هو الحل. المهم البنات واحد الشحال زوينه تكون عندك واحد الاحساس سلبي، تصبحي الصباح ما راضيش على الذات ديالك، ما راضيش على راسك، وتلاقي مع ناس ايجابيين يقولوا لك كلمه طيبه ويفرحوك في خاطرك ويخليوك عندك احساس ايجابي. صراحه الكلمه الطيبه عندها واحد الوقع زوين زوين بزاف بزاف. كما كتلاحظوا النظر ديالي مشاو صافي عاوتاني ما لقيتهمش، ما بقيتش كنبغي نخرج على برا بلا نظر، واخا انا ما كنتش مولفهم، حاولت قدر المستطاع نولف نظر. حيتاش ملي كنكون خارج على برا كتكون الشمس عاطيه ليا على وجهي، كندير واحد الغباشه في وجهي، هذيك الغباشه غير صالحه للوجه ديال الوجه الانسان. فداك الشيء كنحاول ندير داك النظاظر ملي كنكون هكا في الشمس باش ما كنبقاش دايره بحال كرفت، وداك الغباشه بحال مع الوقت كيتكون التجاعيد. خاص الواحد قدر المستطاع ما يهضرش بزاف في التعابير ديال الوجه باش ما تكونوش ليه التجاعيد، واخا انا راه من النوع اللي كنهضر ضحكه بزاف، ف يعني قدر تكون ليه التجاعيد لينا، المهم انا كنهضر بزاف بهذه الطريقه. ف دابا صافي انا نهضر معكم هكا عادي، ما كاين لا نتهضر لا والو. دابا واخا ما كاينش الشمس بزاف ماشي مشكل، ملي كندخل المحل ما كنقدرش بقا دايراهم، يعني مادام ما كاينش الشمس ما كنحمش نبقى دايره النظارات، اصلا ما عنديش معاهم بزاف. المهم البنات كما شفتوني تقضيت شي حوايج اللي خاصني على قبل بغيت نبدا هذا المشوار ديالي. يلا البنات يلا خليو لي تعاليك وقولوا لي انتوما غادي تبداو هذا المشوار. يلا البنات صافي شجعوني على هذا القضيه، شجعوني الصراحه. من قبل ملي كندير شي فيديو ديال انني بغيت نبدا الريجيم كيجوني شي تعليق كيقول لي علاش بغيتي ديري، وكتبنت يا لاطي ديالك زوين انت ضعيفه، طالما كيتواصلوا معايا البنات في هذا يعني كيجيو عندي بنات اللي كيكونوا كيعرفوني وكيكتبوا لي ميساج كيقول ولا كيتصلوا بي كيقول ايمان علاش بغيتي ديري الريجيم وانت لاطي ديالك زوينه الا ما ديريش وكذا وكذا، وكنت تحبط وكنتراجع اللور. لا بغيتكم البنات شجعوني لان واخا يبان لكم ضعيفه في وجهي ومن الفوق كنبان ضعيفه، راه الكرش بدات كتعود عندي وكنحس بجسم ديالي تقيل، كنحس براسي معنكشه، كنحس براسي ثقيله، كنحس براسي مرتاحاش، الجسم ديالي ما مرتاحاش فيه، كنحس براسي معكازه كسوله خموله. يعني الاحساس ما بغيتش يبقى عندي، قلت غالبا غادي يكون بسبب هذا الاكل اللي كيكون غير صحي، يعني غير متوازن، يعني ماشي اكل اللي مزيان للجسم ديالنا. صافي ان شاء الله كما لاحظتوا حاولت ناخذ الحوايج اللي وريتكم، حاولت ناخذ الحوايج اللي انا عارفه عاد تليق لي مع الريجيم. البنات اللي قلت لكم اللعب غو دخلوا معايا في التحدي، ماشي بالضروره تتبعوا نفس الريجيم اللي غادي ندير انا، كاين بزاف انواع ديال الريجيم، كاين صيام متقطع، كل واحد غادي يتبع الحاجه اللي عتريحو. انا الصراحه البنات غادي نتبع واحد الريجيم اللي فات لي درتو سبق لي درتو ووافقني، الريجيم اللي كيعتمد على تنويع الاكل وتصغير الصحن، نقص من الخبز قدر المستطاع، نقص من الروز قدر المستطاع، نعوض ان شاء الله الخبز والروز بال هذيك كينوا غنقص منهم قدر المستطاع ان شاء الله، وغادي نصغر الصحن ديالي، غنحاول نوعو،
يكونوا الالوان في الصحن ديالي. يعني سبق لي درت هذا الريجيم ووافقني، غنحيد السكر، غنحاول نحيد نقص من الملحه، وغدا نحاول نشرب الماء بزاف. انا البنات ما كنشربش الماء بزاف، ما كنشربوش بصفه نهائيه، تقريبا كنظن النهار كله ما نشربش الماء، انا نحاول نشرب الماء. الحاجه اللي عارفه انا ايجابيه انني النهار اللي كنفيق مع الصباح كنشرب الماء، كنشرب الماء، كنظن النهار كله كنشرب الماء. فغنحاول نعود نقدر ندير شي ماكانه، نعود نفيكسي على اساس انني نشرب ماء في الصباح باش نضل النهار كله كنشرب الماء. هذا هو الريجيم اللي غادي ندير. البنات اللي غادي يجربوا شي ريجيم اخر ديروه ان شاء الله في الجروب اللي عندي ان شاء الله، اللي غادي نحط لكم اللينك ديالو، دخلوا لي. كل وحده تبقى تشارك معنا الروتين اللي دارت، شنو كلات في الفطور، شنو كلات في الغداء، شنو الريجيم تبعها، شنو الفوائد ديالو، شنو التجربه ديالتها معاه. المهم فيدوا بعضياتنا، تفيدوا، نخليوا هاد الحرب ضد السمنه ننجحوا فيها ان شاء الله. صافي البنات، هادشي اللي كاين. كنتمنى تشجعوني، كنتمنى تفعلوا مع هاد الفيديو. واخا العيد الكبير جاي، انا عارفه العيد الكبير جاي ما معناتوش ان راه ما نقدروش نديروا ريجيم صحي. الواحد ان شاء الله العيد ماشي معناته الواحد ياكل فوق قياسه، الواحد ياكل ويقيس ان شاء الله. اللحوم راه ماشي هي اللي كدير السمنه، الواحد خصو ياكل غير بالقياس، ينوع الصحن ديالو. المهم ان شاء الله هذا الفيديو غير فيديو ديال البدايه، ان شاء الله من هنا لقدام غادا نبقى نشارك معكم شنو غادا نعود ندير في الفطور وغدا، قد المستطاع نشارك معكم روتينات، فيديوهات، ونشارك معكم ستوريات، ونشارك معكم في الجروب ديال فيسبوك. يلا البنات، هادشي اللي كاين بالنسبه ديال الفيديو ديال اليوم. كنتمنى الفيديو يكون محفز ليكم، خصوصا البنات اللي طايحين في هذا الموقف تاعي، اللي باغين يغيروا من نفوسهم، اللي باغين يغيروا من الجسد ديالهم. ما بقاوش غاديين في الخسران. يلا البنات، ان شاء الله غنختم الفيديو هنا. اللي كنت باقي ما شاركتش في القناه شارك فيها، فعل الجرس، وان شاء الله خليت لايك وخليت تعليق. دابا نقول لكم السلام عليكم في امان الله، وشكرا جزيلا لكم.